أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر منذ الربع الأخير من العام الماضي جاءت قوية وفاقت كل التوقعات. وقال عامر على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي الذي يعقد حاليا بواشنطن إن ما تم تنفيذه من إصلاحات لم يكن مجرد إجراءات اقتصادية، بل كانت عملية تحول كبرى في مفاهيم خاطئة قوضت قدرات الاقتصاد المصري على مدار سنوات طويلة. وهدف هذا التحول إلى الهجرة من مفهوم التحكم إلى مفهوم الجرأة لإطلاق القدرات. وأشار إلى أنه تدفق إلى الاقتصاد أكثر من 18 مليار دولار كاستثمارات خارجية في الأوراق المالية، لافتا إلى أن مصر جذبت طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار في السندات الدولية.